أهلا بكم إلى أهم أخبار تونس، وهذه عناوينها: حرمان 11 مخبزا من التزود بمادة الطحين في العاصمة، تسخير 12 حافلة لنقل المسافرين بين تونس والقصرين، والنجم يتوج ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. أعلن المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بتونس أنه تقرر منع 10 مخابز مصنفة من التزود بالطحين المدعم ونصف المدعم بسبب إخلالها بترتيب الدعم، كما تقرر حرمان مخبزة أخرى غير مصنفة من التزود بالطحين نصف المدعم والسميد الغذائي إثر تعمدها عرض أصناف رفيعة من الخبز بأسعار مرتفعة. أعلنت وزارة النقل أنه ثبت وبصفة أولية من خلال تقارير لجنة التحقيق في ملابسات حادث القطار التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية الذي حدث خلال الأيام الماضية منطلقا من تونس باتجاه قابس، ثبت أن السبب الرئيس لهذا الحادث يعود إلى خطأ بشري تمثل في عدم احترام إشارات السرعة المحددة وتجاوزها. وزعت مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية بولاية زغوان قرابة 7500 مساعدة مالية بقيمة 447 ألف دينار على العائلات المحتاجة والمحدودة الدخل بمناسبة عيد الأضحى. وقال المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية للوكالة الرسمية إن الاتحاد التونسي للتضامن خصص 1500 مساعدة عينية تفوق قيمتها الإجمالية 50 ألف دينار للعائلات الأكثر هشاشة. أقدم طالب على إنهاء حياته بمدرسة في ولاية صفاقس وفق ما أفاد به الإعلام المحلي نقلاً عن مصادر خاصة. ووفق المصدر ذاته فإن الطالب كان قد اجتاز امتحانات البكالوريا ولا تزال أسباب الحادثة مجهولة. أكد المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي تسخير 12 حافلة من محطة باب عليوة نحو القصرين في إطار معاضدة المجهودات الوطنية للنقل بمناسبة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن هذه الحافلات قد أمنت 24 سفرة من تونس العاصمة نحو القصرين خلال اليومين الماضيين. توج النجم الساحلي ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم للموسم الرياضي 2022-2023 إثر تعادله أمام مضيفه اتحاد بن قردان بلا أهداف في إطار الجولة 13 من منافسات مجموعة التتويج، ورفع النجم رصيده إلى 31 نقطة متقدما بفارق 6 نقاط على صاحب المركز الثاني للاتحاد المنستيري. نهاية النشرة، إلى اللقاء.